هو أول إمام في الدنمارك من أصل دنماركي اعتنق الإسلام سنة 1982، ملم باللغة العربية وحافظ للقرآن الكريم، حضر إلى مراكش لتأطير محاضرات في علوم الدين حول حقيقة الإسلام في الدنمارك، ومحاضراتها التي ألقاها بلغة عربية فصيحة عرفت إقبالا كبيرا من طرف أساتذة وشباب وطلبة. روبورتاج نزاب عزيزي ومحمد شحيمة. عبد الواحد بيدرسون ضيفا على مراكش، أول إمام مسلم في الدنمارك، يقول إن المسلمين يجب أن يكونوا سفراء للدين متى وأين حلوا. أهم شيء لنا أن يعني فعالنا وحركاتنا ستكون إن شاء الله بإذنه تعالى على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ينظرون فينا الناس، ممكن ما يسمعوا كلامنا ولكن ينظرون في حركاتنا. حاولنا باش نحيدوا كاع دوك الافكار السائده والنمطيه اللي تشوف الاخر على اساس انه يعني انسان ما مزيانش ولا منغلق ولا حقود الى غير ذلك. وداكشي علاش درنا بين المحاضرات اللي اختارنا الخمس انه يكون الرسوم المسيئه للرسول وحريه التعبير اي علاقه. الرسوم المسيئه للرسول صلى الله عليه وسلم موضوع من عده محاضرات اثرها بيدرسون. أساتذة وباحثون وطلبة حضروا فاقتربوا من حقيقة الإسلام في الدنمارك. خطأ دنماركي واحد لا يعني أن الإسلام غير محبوب في الدنمارك، بحيث أن الإسلام له مدافعون كذلك في الدنمارك، وغير الفكر وكانت الأمسية جد مفيدة لكل المشاركين. اعتنق بيدرسون الإسلام سنة 82 و900 وألف، تعلم اللغة العربية وحفظ القرآن، هو الآن عضو في عدة جمعيات ومنظمات تدافع عن الإسلام وتعرف بمبادئه.